مشاهدينا، فقدنا أمس أثر أزمة قلبية مفاجئة مخرج وممثل ومبدع من الطراز الرفيع حاتم علي، اللي وافته المنية أمس في مصر أثناء تحضيره لعمل تاريخي ضخم من إنتاج MBC. هذا العمل بعنوان سفر برلك. حزن كبير يسيطر على الوسط الفني، لأن من جد خسرنا فنان ومخرج قدم أعمال تسجل في التاريخ ووثق لمراحل وشخصيات استثنائية في التاريخ العربي والإسلامي، من أبرزها صلاح الدين الأيوبي، الملك فاروق وعمر وغيرها. وأيضا من ضمن الأعمال الراسخة في التاريخ الزير سالم ومسلسلات أخرى تبقى في الذاكرة، مثل التغريبة الفلسطينية واللي وثقت رحلة الشتات اللي عاشها الشعب الفلسطيني بعد نكبة 1948، وأفلام وفي أعمال كتبها وأخرى مثل فيها. ولو نتكلم يعني عن أعماله ما راح نخلص بالفعل. صحيح. وعلى الرغم من أنه رحل عنا فجأة مشاهدينا وهو لسه في قمة عطائه، لكن قدم لنا الكثير وراح يبقى موجود لنا وللأجيال اللي الجاية من خلال أعماله اللي نتابعها على الشاشات، وتكريما لذكرى صفحة شاهد في أو يعني شاهد VIP الرئيسية، بتعرض كل أعماله مثل التغريبة الفلسطينية والزير سالم وثلاثيات ملوك الطوائف وغيرها الكثير. أكيد. ونتقدم خالص العزاء لأسرة الكريمة، زوجته الكاتبة دلع الرحبي والأبناء وكل محبينا. حاتم علي رحل عن هذه الدنيا لكنه بيبقى بالذاكرة والوجدان، وعظم الله أجركم. يعني صراحة يعني خبر حزين، وإن شاء الله الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله. وفاجأة يعني فاجأة اللي صار. فعلا يعني احنا نتمنى إن شاء الله من الله أن يسكنه فسيح جناته. آمين. ويلهم أهله ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان بإذن الله إن شاء الله.